ياما من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضير والضرب الحثيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصواد مغلول اليد فعلا زينب شافت كل هالمصايب وإذا بها على ظهر ناقة عجفاء اتنادي أنا بقيت محيرة واصوق بليدك والله أنا بقيت محيرة واصوق بليدك أنا لا عباس يبرالي ولا حسين أنا يضربوني من أبجي وتحمل العين وتبقى عبرتي بقلبي تكسر أنا الجاني الشرف من شاني أنا الجاني الشرف من شاني خلاني زماني شلون خلاني وابنت محمدا خلاني زماني شلون خلاني أنا من بعد عيون أخوة حسين والعباس خلاني زماني ذليلة مهبط الراس والله خلاني زماني ذليلة مهبط الراس بعد ها تحب توقف أكثر ويا زينب شوف هالليلة شلون طلعت من المدينة وشلون رجعت زينب قال ترضى يا ابو فاضل يا عباس والله يا عباس اركب على ظهر الجمال ومهبط الراس خويا انا ومهبط الراس ومن أبجي يضربوني على الرأس يقولون سكتيه يا خارجية وزينب دخلت المجلس ها وقفت في وسط المجلس يوم اللي شافها يزيد ايش قالت زينب أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي أخي ذبيح وينهم زينب وينهم اللي راياتهم كانت ترف على هودج قالت أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح قالت أنا منين أبو فاضل أجيب والله أجيب وراوي حال أخت الغريب جهزت الهوادج
اركبنا بنات رسول الله اتحركت الضعينة طلعوا من المدينة زينب طلعت من المدينة ورايات ترفع على هودجها لكن ما أدري أريد أنقلك لمشهد آخر وأسألكم الدعاء زينب طلعت ورايات ترفع على هودجها لكن شلون يوم اللي رجعت زينب إلى حرم رسول الله شلون رجعت زينب بيا حالة رجعت زينب قعدت ويا ما وصلت إلى قبر جدها تقل جاد يا رسول الله قتل الحسين بكربلاء والد قل تقعد يا جد من القبر بشرح لك الحال تتحمل يا رسول الله لو لا اسمع اسمع بنتك ايش تقول لك قالت تقعد يا جد من القبر بشرح لك الحال جيتك يا جد مسلبة ومدهوشة البال أنا كل ما شفت حرها ترى حرها صلاني حتى خليص حسين يا جدي نساني رضيت يا جدي شيمتا أمشي مع نذال آه أحم الضائعة بعدك ضعنا في يد النائبات